وده اللي هو السي 91 تاييد ان ميزانيه قرنك اي كتبت قوته لو طلق لينك دجينتا سعر بركه شعب قناه هو التوريد اللي هي حاضر سكيت كان سلاد هاي اما صامعين تحضروا بشارعين يسو شعبك اي اي وهو قبل اي سكتا معيشه سعر بركه يا جماعه انك بيس ستجاب وشيرته وقت شعب قوي بشارع الصبح العكس الصبح هيك كمان السعر البركه يا مرحبا هو رجل ويدينا يا سواشي ده لو انتم دربتوا ب لبدي كل يتبكي تودي احمد محمد محمود شيلايو سجاش اليمبا وحي كل شيء بقول لك بقول لك عكس هناك صنف كيا شباب بيشارين دولتا بيسري دولتا مدحوين موسى بيها عبدي ايات بعض الاوقات إذا ما ذكرت كل نوب نهاية روف طيق يوم ويسسوا بقول حيران واحد سوكو بيزت وانت بيزت كليم يضافة بقوله بيجينا بيسنين دي ودعوت محا كانينا توانت بيزت كليم وسوكو بيسنان إذا ما ذكرت وان عافمات اللي لك وان وحب رشاد اللي لك وان قوية الحي وان عبدية بيت مايو وان طريق الكريري توانت بيزت كليم محا بيزت يضافة توانت وسنتن فوق بقوله سؤال دابا واحد شاكلين مشروع بيها كما كيسان مقاله كوربا مشروع مدعي هل كيبو كويا لا العقد بعد وامس مدير قدومي واحد شاك مدير وزير واحد شاك في ان اون كسوار ان كستبيد قدر عقلك ان العقل قادو ضدك دبرك وحكا قبل لو تركب العك أيام معمولة إمساء حرمان وضد خدمة الكعبة كلاسيسان هكيل هو جاري يا إسلام كذي نظام كذا أنه هو إن مثلا هالجيسو كره إن أنا تين حرم وين وقرب ولي هاي وضد خدمة الكعبة تيفان إن حرم وين تين أنا يدي والعقالية هي بدل قالية وبدل غير قال العك أنا بجيب أنا العك مثلا سواش كلاه شن هو سردود عظمات كمالية وحبرشة عظمات وحبرشة إيو عدي ربيب ما يبيح والله هو طريق لبدا هو سردود يا برمان انت حرارة الله هي كبوك إيو وحبر إيو بيرح وحكم ميسانية بلن سرد برمان انت بلن محاق لقاش خيسا لعكتا دلك اللي وقت برمان كومر يعني فلا من استيكي وجوغا لعكتا انت عليك أبسنتا هو سردود أكيق بلنتي ما بحبه فاش دوت بس ليه ما قالوا اشتغل هذا كي اللي هو وين قرك وحكم ميزانية بنشد أقول سنة بعدي سياسة ولا عشان نمشي يسوي عظمة قبض واحد اللي قبض لي ميزانية ورانا كم موضوع مركب ما شدار كوسانات المالية ده كم يمسعب ما كم مواطنين في جمهورية الصومالية لان سؤال شيء يقول طب يسام سوق بكمين يا وحوين شقالة هو مشاهد خيارة هو بنظير هو شقالة عفمات ما هو مرشيس ميسانية ده سيومد هو أدينا أو تتضيطا ولا يسكوون بل سيبس شقالة هو برقو فهم سوق بسيم أرنك السعيد برر سعيد بركو مرنا وحو قدش قده مرنا وحو كيما دبدي سعيد بركو ما انت ودن كينا كتشرا ومد دبدي نقاقيني انكو العقنا ما ينان دابعين خرش اينان هينا ما ينان بحينين وما ينان سمينين دبدي نقاقيني عالم قودن نو كتشرا انكو كليا ما خاصة حق عنتضي الشدال انتدى وحسوسار كده ويراد سمر كوربان الدين شيغي ان مركا دبعا دي وي وخما كيرادان وي قالي غروبيا لكن وحا انت با كدرن غاديدك غاديدك با مشكله نقدي غاديدك بدا مرايي وحلا لاي كونتينر ردي وحلا لاي مراكب السوق قاديسي مركا لا هلنا وا قالي كونتينر كي 3500 بربر كو يمن جير تشاينا ما ان كلاكن علابته عمر يمكن لا 13000 marka runtii waa sicir bar dawladda naga yimi laakiin tayna ka ino dheeri waxa weey wadamada saboolka oo dhami waxay cunaan bay la soo baxaan inaku waxaynu cunna lama soo baxna waxaynu cunna wax dad kale la soo baxeen
markaa xaggooda markuu ka qaaligaryoobo qaaliban dee weyna soo gaaday annaku waxaa nagu talagalay sanad darteaan sheegay waxay saddexda shay ee daruuriga ah ee dariiqdii iyo bariiska iyo sonkorta in 10% cashuurta laga dhimo waxaan rajaynaynaa ganacsatadu in cashuurta la dhimay ay u gudbiso macmiisha iyo shicibka oo aan iyagu aana ku ekaanin mashruuca biyaha boorama waa laba ceel baa la dhisayaa hadaan si fiican uxusuusto laba ceel baa gacanta lagu hayaa tafaasiishna waxaad ka helidintaa miisaaniyada wasaaradda maaliyadda oo miisaaniyadeedu ay ka badan tahay shan wasaaradood runtii haddaad insha allah waa arki doontaan markaa wasaaradda maaliyadda isdul taagtaan miisaaniyadda ku qoran wasaaradda maaliyadda 50% maaha wax shaqaba kule wasaaradda maaliyadda waa waxa weeye waa xisaabaad kale waa kaalmooyin iyo kharashaad kale weeye maaha wax ku baxa wasaaradda maaliyadda wasaaradda maaliyaddu waxay waxay saaran tahay inay maalin walba soo xirayso lacag ku dhow 1 million maalin walba 1 million si loo soo xireeyo waxaa loo baahan yahay tacab baa loo baahan yahay shaqaale badan baa loo baahan yahay gaadiid baa loo baahan yahay la dagaalanka kontrabanko keliya ayaa runtii wuxuu naga qaataa tacab aad iyo aad u fara badan iyo gaadiid iyo shidaal intaba aad buu nooga qaataa marka hawshaa keenaysa wax mataqaana ay dheer yihiin wasaaradaha kale maaha laakiin hawsha dheeraadka ay wasaaraddu hayso ayaa runtii keenaysa miisaaniyadda caafimaadka sanad hore soo sheegay sanadkii waxaa loo kordhiyay 32% malayn ahayd marka innagoo runtii dareensan baahida caafimaad iyo xaaladda dadka adeega caafimaad bixiya xaaladooda ayay miisaaniyadda u kordhinay oo uga dhignay mataqaana arrimaha inoogu mudan haddii aan soo qaado iminka marka loogu daro mushaharka 100% ciidanka waxaa la siiyaa laba shay waxaa la siiyaa raashin iyo mushahar raashinka qaaligaroobay dabcan inakun baa bixinayno waay garaamadiisu isdhimi maayaan xaggaa uu ka kaban yahay xagga mushaharka 100% aynu kordhinay marka laysu geeyo waxay imanayaan ilaa 10 million bay noqonayaan ilaa 10 million oo dollar bay noqonayaan marka ciidankeenna oo badan aawadii iyo kharashkiisa oo badan aawadii ma awoodi karo hadda inaynu 100% u kordhino haddaynu 100% u kordhino waxay noqonaysaa inaynu wax ka jarro wasaaradaha kale iyo adeegyada kale ayay noqonaysaa sideedana runtii amniga aada bay noogu roonnahay amnigu wuxuu qaataa miisaaniyaddeenna duuduub ahaan 36% waddamada xaaladoodu caadiga ay tahay amnigu kama badna 10% waa 5% ilaa 10% halkuu inaga ka yahay 36% markaa runtii halkaa waxaan moodaa inaan waxay nagaga baaqan dabcan baahidooda maynaan wada buuxin laakiin wuu dadaalay farqiga maanta aan u awoodi lahaa inaan 2000 wato tu miisaaniyadiis aan u kordhin kari weynay 20% wax ka badan su-aashaa laguma jawaabin lacagta ciidanka loogu talagalay ee $10 baa calaasir loogu talagalay waxaa ka gaara 12 kilo iyo badhi dhaxcelisahaan baa gaara calaasir marka saliid iyo daqiiqda iyo qadiisa iyo wax yar sukaro lacagtaa $10 askarta ma wada gaadho ee halkeebee ku baxdaa yaa la haraa sidan kamaad ogolaateen kaalinta shidaalka ee aad macmiilka u tahay ha ka ogolaan shirkadaha kale ee adeegyada bixiya oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya
هدبا سياد غشبتو أديغا كافية فضلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرقيس أما حدق لبا إبر لبا تايو واتيلسوم